أهلا بكم في مرايا. بصراحة وبدون مقدمات، شماتة بعض يعني المضروبين نفسيا بخراب والمصابين بخراب الضمير وقلة التربية وفقدان الإنسانية، شماتتهم بمرضى كورونا ومرض كورونا، خاصة اللي يشمتون بالإيرانيين، أتكلم عن الشعب، هذا الصنف من البشر صنف سيء. نعم، نحن على خلاف حقيقي وقديم مع فكر وسلوك النظام الإيراني، هذا معلوم، وكذلك مع فكر وسلوك قطر وتركيا أيضا، هذا معروف، وربما مع سياسات الصين أو روسيا بعضها الخارجية، هذا كله معلوم ومعروف. لكن أن تجعل لسانك لسان سوء في مصيبة المرض فهذا إثم وباطل وسيء من القول والعمل، عيب وشق جيب لما واحد ينزل صور شامتة بمدن ومرضى إيران المساكين، عيب وشق جيب لما واحدة تجي تقول لك أنه فيروس كورونا صناعة قطرية، إيش الهبل هذا؟ مثل ما أنه هبل وقلة عقل ومسؤولية أن يأتي من يأتي من النظام الإيراني أو أنصاره ويقول لك الفيروس مؤامرة أمريكية، نفس الشيء ترى لما يطلع لك واحد يقول لك مؤامرة قطرية أو يشمت بمصيبة الإيرانيين من الشعب المسكين. أعظم وأقوى شيء في السياسة أنك تدافع عن مواقفك أو قضاياك العادلة بنبل وبلسان طيب وضمير نظيف. نعم، قلوبنا مع شعب إيران وشعب الصين وكل الأسرة الإنسانية. وكل موارد ابتلاء، لدينا 385 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ومن هذا المجموع فقد 11 شخصا حياتهم. حتى هذا اليوم بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس 978 شخصا، وعدد الضحايا أكثر من 54. المصيبة واحدة، صحيح أنه بسبب سوء سلوك الدولة الإيرانية تحولت إيران إلى بؤرة مرض للكورونا للمنطقة، لكن هذا لا ذنب للشعب فيه، هو مبلي زي ما غيره مبلي. من أجل ذلك يحتفل الإنسان بأي موقف نبيل وعاقل من أهل الرأي في السعودية وغيرها تجاه هذه المسألة. الشماتة خلق الأرذال من البشر، وهي نقيض الأخلاق التي تجمع على مبادئها الكبرى معظم الأمم والأديان. هذا ما كتبه الصحفي عبد الله بن بجاد العتيبي في جريدة الاتحاد عندما سلط الضوء على الهجمات العنصرية والعرقية تجاه الصينيين بعد ظهور فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن العلماء تعرفوا على الفيروس في أسواق المواد الغذائية الصينية غير الصحية، فإن بعض المتطرفين يعتقدون أن تفشي كورونا هو عقاب إلهي على غير المسلمين وفقا للعتيبي. ويضيف أنه من الواضح أن مشاعر اليأس والفزع التي تنتاب أولئك الذين يعانون ويحاولون التخلص من الفيروس القاتل قد تم توظيفها وإفراغها من السياق الإنساني وإدخالها في سياق سياسي وعنصري. ففي إيران على سبيل المثال، ومنذ إعلانها عن أول حالة من كورونا، احتلت البلاد مكانها كواحدة من المراكز الرئيسية للفيروس، في حين لم يشكل التهديد الجديد سوى عبئاً إضافياً فقط على المدنيين الذين يعانون بالفعل من أزمات اقتصادية. ويتساءل العتيبي كيف أنه في عالم يسعى جاهداً نحو العولمة والتسامح يوجد هنالك البعض ممن لا تزال الأيديولوجية تعمي أبصارهم، فيربطون مصائر الشعوب بأديانهم ومذاهبهم وأعراقهم.
كيف نتعامل مع مثل هذه السلوكيات من قبل بعض المحسوبين للأسف علينا؟ يعني وين راحت الإنسانية؟ يؤلمنا الحقيقة ما يحدث للصينيين هذه الأيام وذوي العرق الآسيوي من عنصرية بغيضة الحقيقة بسبب تفشي وباء كورونا. فقد حدث لبعض الصينيين وذوي العرق الآسيوي أن طردوا من بعض الأماكن والتجمعات والاجتماعات ومنعوا من حجز تذاكر السفر وكذلك من حضور بعض المباريات وكذلك من العمل مع بعض الفئات، وشكل ذلك الحقيقة نظرة عنصرية مقيتة لا نقرها الحقيقة. فجميع الناس معرضون للمرض سواء كانوا صينيين أو غيرهم، والمرض ليس محصورا على الصينيين كما تعلمون، فالمرض موجود لدى بعض العرب والأوروبيين وكذلك الأمريكان والأستراليين وفي كل مكان على وجه الكرة الأرضية. المرض مرض، لا هو سني ولا هو شيعي ولا هو فارسي ولا عربي ولا صيني ولا روسي ولا مسلم ولا مسيحي ولا أشقر ولا أصفر ولا أسمر. نعم هناك أسباب بشرية، مسببات سياسية، لكن يحصر الحديث فيها مع يد حانية على جروح الآخرين، أشقائك في الإنسانية الأبرياء، فكلنا لآدم. قال الشاعر المرهف محمود درويش: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام. إلى اللقاء.